حاجة تفرح بس شوية، انت ضغطتي عليها جامد قوي. يعني انت ضغطتي عليها بما يكفي، فكويس كده حلو. قالوا انه زواجك من إيهاب طلعت هو اللي بعدك عن الفن او الغنى، ده حقيقي؟ سبتي بعدتي ليه؟ انت انت مطربة كنت معروفة جدا، هل هو قال لك ابعدي عن الفن؟ لا لا بصراحة لا. انت لوحدك؟ بسمة لما بيبقى عندك مشكلة اساسا، لو حد من اولادك حيان بس بيعملك دربك، ايش حال بقى كل واحد في حته؟ اغني ايه واعمل ايه يا جماعه؟ اغني ايه؟ اغني اعمل ايه؟ لا ازاي يعني؟ مشكله مش عاديه، بس ما في كل حاجه اللي انا مريت بيه كانت حاجه جامده جدا. يبقى انا كنت صح لما قلت وكل حاجه، يبقى انا فوضى طبيعي، انما مش هو، هو ما طلبش مني ان انا ابعد. طب ما انا كان ممكن، عايز اقول لك حاجه، هو في لندن وانا في مصر، وان انا ماشي حفلاتي عادي وشغلي عادي واكمل. من لحد 2005 انا كنت واخده احسن مطربه عربيه في جوايز، انا و2004 اخدت و2003 فانا مش ان انا سبت وانا مثلا كنت ابتديت انزل، لا انا كنت عاليه جدا وحفلات كتيره جدا، بس ما لا حصل خلاص حاجه ما ينفعش. كان ايه احساسك وانت بتغني هنا؟ ده فرح عهد بنت ايهاب من زوجته الاولانيه، وبحبها جدا وكنت مبسوطه جدا. انا فرغة. شايفه مشاعر حلوه حبيبتي، هي جميله يعني جدا، يعني شايفك ام بتغني لبنتها فعلا. جدا. واللي جنبها بنوتي فاطمه. ربنا يخليها. ربنا يخليكي. فطبعا كنت مبسوطه جدا، وكان حاجه لينا يعني شويه كده، يعني الشوق كده ما خدكيش لما مسكتي المايك كده وغنيتي انك ترجعي تاني الغنى وترجعي شيرين المطربه المعروفه؟ لا انبسطت ان انا كده غنيت كده يعني. طب ما تيجي نهدي شويه ونغني شويه، تغني لنا تدندن لنا حاجه كده.